يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اقترضت من رجل مبلغا من المال وغلب على ظني أني أعطيته هذا المبلغ وهو عنده شكوك في ذلك، فمن الذي يقبل قوله؟ تقضيه حقه ما دام أنه ما ثبت أنك ولا تتيقن أنك بريئت منه، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأبرئ ذمتك. نعم.